استاذ مصطفى السويسي، مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. كانت هناك توقعات بانكم ستنظمون فعاليات ربما درجات الحراره المرتفعه اجلت هذه الفعاليات حتى الان؟ لا، هو كان في اكثر من دعوه انطلقت للاحتفال بالنتيجه الرسميه بتولي المشير فتحي السيسي رئاسة الجمهورية، واحنا كنا اعلنا مشاركتنا ودعينا المواطنين للنزول النهارده في كافة مدينة مصر. والنزول اكيد يعني هو كعادة المصريين بينزلوا بعد الشمس ما بتغيب، يعني بعد المغرب تقريبا، فما فيش اي تأجيل، واعتقد الناس هتكون محتشدة في الميادين اثناء اعلان النتيجة الرسمية. يعني ما فيش اي تعطيل بسبب درجات الحرارة ولا حاجة. احنا النهارده بنطرق الباب لبدء عهد جديد في مصر، فبالتالي الناس هتنزل تحتفل وهتنزل، اعتقد الناس هيكون لها مطالب، والناس هتنزل تاكيدا على مطالب واهداف ثوره 25 يناير و30 يونيو. فبالتالي انا ما اعتقدش ان الناس هتكسل او ان الدعوات هتلغى. يعني عايز اسال حضرتك على حركه تمرد، انتم كشباب حركتم لهذه الاراده التي تحركت في 30 يونيو، طبعا هي ثوره شعبيه تحرك فيها الشعب المصري، لكن انتم كشباب اسستم لهذه المساله واسستم ودفعتم الى تحرك هذه الاراده. النهارده اليوم بالنسبه لكم شكله ايه وانتم تؤسسون ايضا لشرعيه رئيس جديد؟ يمكن احنا لما اسسنا تمرد كنا بنقول ان احنا عايزين انتخابات رئاسيه مبكره. النهارده دي الثمره اللي احنا حصدناها من البذره اللي زرعناها في 28 ابريل 2013. النهارده نتيجه الانتخابات الرئاسيه اللي احنا طلبناها واللي الشعب المصري استجاب لمبادرتنا ونزل في 30 يونيو علشان يطالب بيها. فالنهارده اكيد احنا يعني اكتر ناس فرحانين واكتر ناس حاسين ان احنا انجزنا حاجه لصالح الوطن ولصالح الشعب المصري، طبعا بفضل الشعب المصري اولا واخيرا. يعني احنا شايفين ان احنا بالانتخابات الرئاسيه دور حركه التمرد خلاص بينتهي، ان احنا كان دورنا هو تحقيق هذا الاستحقاق الانتخابات الرئاسيه المبكره. فبالتالي احنا بنشرع حاليا في تاسيس حزب سياسي هو حزب الحركه الشعبيه العربيه تمرد. بدانا فعليا في جامع التوكيلات، وحزبنا احنا بنسعى لانه يعبر عن 22 مليون مصري وقعوا على استمرار التمرد. حزبنا يخوض انتخابات البرلمان وان شاء الله نحصل على عدد كبير من المقاعد، عدد يناسب طموحاتنا ويناسب طموحات الشعب المصري، ونقدر من خلاله ان احنا نحقق لشعبنا او ان احنا نصنع تشريعات تحقق لشعبنا العيش الكريم والحريه والعداله الاجتماعيه والاستقلال الوطني. واحنا يعني بنقول دايما ان سندنا هو الشعب المصري وان احنا مش مستندين على حد غيره. انا بشكرك استاذ مصطفى السويسي، وفعلا زي ما مصطفى قال محمود بدر اعلن في الصباح انه تم انهاء الاجراءات الخاصه بتاسيس حزب الحركه الشعبيه اللي هيضم قيادات الشباب دول اللي موجودين في تمرد. ربما انا كنت متوقع هذا الامر ان هؤلاء سينقلون الى البرلمان كاطار مؤسسي. عايز اتوقف مع حضرتك على فكره الرئيس القادم. هذا الرئيس ستكون لديه سلطات في غياب البرلمان، نحن من الناحية القانونية عايزين نفهم السلطات التي سيمتلكها هذا الرئيس وكيف سيتحرك من خلالها. لا يعني طبعا هو بيمتلك السلطة التنفيذية ووفقا للصلاحيات الممنوحة له في الدستور، وله أيضا سلطة التشريع في حالات الضرورة.